السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص عبر شاشة فضائية صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، ضيفتنا كانت أول امرأة تقاتل الإرهاب، وأول امرأة تضع سيارتها المصفحة الخاصة في خدمة جرح المعارك ضد الإرهاب. تعلمت في ثقافة الوطن، وعندما انتخاها كانت قد سبقته إلى الدفاع عن السيادة. منار الشديدي، رحلة في عالم السياسة، من أول امرأة تشكل حكومة في العراق إلى عضوية مجلس محافظة صلاح الدين ثم النواب، رحلة فيها من المصاعب ما هو كثير، لكن الأهم هو إصرارها على مواصلة النجاح. منار عبد المطلب الشديدي ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. طبعا منار عبد المطلب الشديدي، مواليد 65، أكملت دراستي الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في قضاء بلد حصرا، حاصلة على دبلوم علوم رياضيات 1982، وحصلت على البكالوريوس في عام 2007. عملت في مجال الزراعة، أول تعيين كان إلي عام 1982 في زراعة قطاع زراعة بلد، وبعدين انتقلت من الزراعة إلى الموارد المائية عام 1999. 2005 يعني عضو أول امرأة يعني في مجلس المحلي، في المجالس المحلية في وقتها ما تأخذ امرأة، فزت بأول انتخابات في مجلس محلي قضاء بلد. 2013 كان إلي حصل لي الشرف أن أكون عضو مجلس محافظة في صلاح الدين أيضا، وكانت أول امرأة تشكل حكومة حينها. طبعا الكتاب اللي وصل كان وقتها دولة رئيس الوزراء المالكي، كتب أنه أول امرأة تشكل حكومة في محافظة باعتبار كانت أكبر الأعضاء سنا. بعدين عام 2000 في الدورة الانتخابية اللي الحالية الرابعة فزت في مجلس النواب. نعم. الدورة الانتخابية الرابعة. نعم. ذكرتي أنه أنت حصلت على البكالوريوس. نعم. في أي اختصاص؟ قانون طبعا. القانون. نعم. من أي جامعة؟ الإمام الجامعة. جامعة الإمام الصادق. نعم. 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 يعني مسيرتك كانت حافلة. يعني. نعم. بكثير من المحطات ويعني المفاصل، يعني يعني أهم محطة أكيد هي المسيرة مستمرة، ولكن لحد هذه اللحظة أي محطة يعني تعتبر الأهم في طبعا حياتك؟ أهم محطة كانت في حياتي في عام 2013 بفوزي. يعني كانت عندي يعني كثير من المشاغل والعمل في السياسة والعمل المدني، لأن كنت أمين عام مؤسسة في نفس الوقت، لكن بعام 2013 وبعدها طبعا دخول داعش إلى المحافظة كان المرحلة اللي يعني كانت أولا مرحلة صعبة وما كنا متوقعين. بعد ما يعني 2013 حصلنا على كثير من المشاريع، الموازنة كانت مالتنا موازنة يعني بالعكس مريحة جدا، وبتوافق طبعا احنا كانت الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة. نحس انه كان لو مستمر العمل في السنوات الثلاثة اللي ما بعد 2013 كانت محافظتنا هي من أجمل المحافظات وعروس المحافظات. نعم. نعم. طيب حسب معلوماتنا أنه أنت أيضا عملتي في مجال الشباب سابقا. طبعا دعم كان للشباب من خلال برامج الرياضي مالتهم اللي عندهم أندية، بعض الأندية اللي شاركوا بيها. بس يعني الشباب أنا أعتبر المفروض مو بس يعني ندعمهم من الناحية الرياضية، ندعمهم في جميع مراحلهم، لأن تعتمد بالدرجة الأولى الدول أو المحافظات الفتية. ليش يقولون الفتية؟ اللي بيها نسبة الشباب هي النسبة الأكبر، مو الدولة الكهلة اللي هي أصلا يعني تمر في مراحل صعبة لقلقة. احنا نعتبر محافظاتنا ومناطقنا المناطق اللي بيها اكثر شباب، اكبر دليل انه من طلبوا في مركز الشباب الخريجين يعني تفاجئنا ونتفائل انه نلقى هالقد من الشباب اللي موجودين في محافظة صلاح الدين. نعم. يعني ست منار، هل تؤمنين بالدولة المدنية؟ نعم. انه هو هذا كان سبب اختيارك؟ نعم. يعني
الخط اللي انت ماشيه به الان. نعم، الدولة المدنية هي طبعا احنا مو اي واحد يحب العراق، يعني يحب منطق مناطقهم، يحب محافظتهم، يعني احنا خلينا نبتعد الكثير، يعني اتصور انه احنا ما دام نحب الدولة المدنية او بهذه احنا قد يكون ابتعدنا عن خطنا الحقيقي واللي هو احنا لا يمكن ان نبتعد عنه، بس كدولة مدنية للبناء للسياسة الحقيقية انا اؤمن بها. نعم، يعني راح تستمرين على هذا النهج يعني؟ ان شاء الله، يعني احنا مستمرين، يعني انا بدايتي هي كانت هيجي، يعني منذ بدايتي بال 2005 احنا اكو ناس يعني تروح اتجاه سياستها ديني، اكو علماني، اكو يعني تختلف يعني من شخص او من كتله الى كتله اخرى، بس هي يعني احنا املنا بهذا بالدوله المدنيه اللي توصل قد يكون قسم من معاناة الناس، من مشاريعها، من ثقافتها، من ما هي تحتاجه، تكون أقرب من باقي قد يكون احنا يعني مخطئين او هاي، بس هو هذا يعني طريقي اللي اخترته. يعني الأذن المدنية هي يعني تعطي مجال اوسع لكل من يعني للعمل. لديه فكر معين او نعم. عمل معين او نعم. يمارس نشاط معين ضمن هذا نعم. الإطار. طيب يعني كيف تقرأين مستقبل محافظة صلاح الدين السياسي؟ طبعا احنا لحد الآن أول مرة يعني يكون توافقات الكل ضمن كتلة واحدة، كل أعضاء مجلس نواب صلاح الدين 12 نائب هم ضمن كتلة واحدة اللي هي كتلة المحور. هذا أول شيء يعني خليني أنه أنا أتفائل، نبتعد عن كل اللي عكر صف محافظة صلاح الدين. أكو مرات قد يكون تكون بعض الخلاف بالرأي، خلاف بعض الأمور، لكن لازم نبتعد عن ما يعكر إعلاميا احنا ما يأثر. طبعا سقط معارك الإعلام، انت شفت احنا معاركنا، احنا معاركنا في صلاح الدين كانت بسبب إعلام، إعلام هو اللي يعني كان خاطئ بوقتها، وصل الفكرة مثل ما هسه نلاحظ ببعض الفضائيات اللي تأول موضوع الفيضانات وحتغرق العراق، وراح هاي كلها طبعا لا توصل يعني إلى ما احنا يعني دنشوفها بالحقيقة. فنريد أولا نبتعد عن المهاترات، عن المنازعات عن طريق الإعلام، نقعد احنا بيناتنا قاعدة عائلية، نقعد نناقش مشاريعنا، نناقش ما هو يفيد محافظتنا، ما هو اللي نقدمه للعراق بالدرجة الأولى، هو هذا اللي الهدف انه احنا من وصلنا لهذا المكان. نعم سيد منار، يعني انا اتفق انه قد يكون الاعلام سلبي في يعني بعض الاحيان. نعم. وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي. لا هو الاعلام يعني ينجح، ينجح الاعلام نعم. ينجح نعم. بالشغلات اللي قد يكون تأجج يعني هيك. نعم يعني هذا ايضا راجع لفهم المتلقي. نعم. وطريقة تعامله مع الأشياء، ولكن يعني لا نريد أن نجتزئ قضية الإعلام مع قضية الفيضانات فقط، يعني نحن نتحدث عن حقبة، لا مو فيضانات، أنا أقصد حتى داعش امتدت إلى أكثر من 15 عاما بعد نعم. التغيير في 2000 و يعني في 2003، ولكن اليوم الناظر إلى العملية السياسية بالمجمل في العراق وفي محافظة صلاح الدين خصوصا، ماذا يمكن أن يرى؟ يعني أنا أشوف متفائلة أنا بالعملية السياسية، قلت لك يعني لأن إحنا كنا نتفق على أمور تجمعنا للمحافظة، يعني إحنا منجمعين على الكثير من الأمور اللي هي أولا يعني هو من جاي أنت من محافظة انتخبك لازم أول ما تبدي، وبعدين أكو قوانين تهم كل العراقيين وكل الناس اللي موجودين ضمن بقعة هي بقعة العراق، وبعدين احنا يعني بالنسبة للقوانين والقضايا التشريعية هو اذا يفيد ابن، اذا عندي معاناة يعني نبدي نطلع في مشروع معين اطلع لان انا من معاناتي في محافظتي، ويأيد مجلس النواب ويدخل ضمن قانون معين ويشرع، هذا راح تستفاد من عنده كل العراق، ما راح تستفاد منه بس محافظة ابناء محافظة صلاح الدين، احنا الكل يعني حلقة واحدة تكمل الاخرى، إذا انقطعت واحدة من هاي الحلقات أكيد
يعني ما راح نقدر نكون مثل ما يعني نطمح أن نكون ما نقدم. نعم، إذا يعني كما هو معروف يعني محافظة صلاح الدين يعني أشبه بعراق مصغر، يعني فيها الكثير من المكونات موجودة يعني على أرض محافظة صلاح الدين. هو هذا ما يميزنا احنا كمحافظة صلاح الدين، اللي يميزها انها بيها جميع المكونات، بيها الكردي، بيها السني، بيها الشيعي، بيها التركماني. فعلا فعلا احنا قدرنا نتعامل يعني ويا الجميع بمسافة واحدة، وخاصة انه مجلس محافظة صلاح الدين انا عملت به 4 سنوات. اكو يعني مناطق سائبة انا اعتبرها قصر بها كمجلس محافظة، وقصرنا احنا بها من كنا مثل نعم مثل اكو مناطق ما بين مثل محافظة بغداد ومحافظة صلاح الدين اللي هي من 14 رمضان لحد حدود الطارمية، هذه تابعة، لا هي تابعة لصلاح الدين ولا هي تابعة لمحافظة بغداد. فتلقاها خطية هذول ما يقدرون يحصلون على مشاريعهم ولا على مدارسهم ولا على خدماتهم ولا على مستحقاتهم، لأن هم ضمن بقعة يعني قد يكون نفس الشيء من تلقى بين كركوك وبين الطوز، يعني تلقى حتى احنا بداخل قضاء بلد، هسه احنا بقضاء بلد ما بين قضاء بلد وضلوعية اكو منطقة مثل اسمها السعود، ما بين قضاء الدجيل وقضاء بلد الحاتمية اللي هي من ناكع الخالص، هذول دائما يصير الاهتمام بهم اقل من المناطق اللي تلقى بيها المركز او مناطق اللي مسمى باسمها المشروع. مثل يثرب نعم يعني يثرب هسه تهتم مثل بعض القرى اللي تابعه لها قضاء ناحيه يثرب تهتم بس ما تقدر من تجي تلقى الخدمات اللي موجوده، لان هي هاي السعود لا تابعه البلد ولا تابعه ليثرب، جنسيته على بلد هو مو يعني كخدمات وخدمه تابعه ليثرب. يعني اكو هواي مناطق من هذا. هل يعني باعتقادك اذا يعني بناء على ما تحدثت به يعني انه دعنا يعني من وجهه نظرك يعني مخافه طائفيه والمحاصصه، ام ستكون هناك محاصصه في المستقبل؟ احنا ابد ما اخاف من الطائفيه، لان اصلا هي ما كانت موجوده عندنا الطائفيه يعني في محافظه صلاح الدين. جت يعني جهه معينه او ناس رادت تستفاد من خلافاتنا ودخلت الطائفيه، ما قدرت تدخل لمحافظه صلاح الدين الا عن طريق هذا الباب. واكبر دليل انه احنا عندنا نساء، كثير من النساء اللي متزوجين مثلا بضلوعيه، كثير من المتزوجين بعزيز بلد، الكثير من المتزوجين بيثرب، ونفس الشيء يعني من العكس. يعني ليش الطائفية غير موجودة؟ لكن أكو جهات كانت تريد تستفاد من خلافاتنا دخلت، أما حاليا ما أتصور لا راح تدخل الطائفية ولا نزاعات أخرى، أي نزاعات ولا حتى راح نسمح لأي جهة تريد تقلقل الوضع الأمني أو تحاول أن تقلل من وضع القوات الأمنية اللي متواجدة في محافظتنا وفي مناطقنا. أتصور هذا أصبح يعني غير ممكن، لأن شافوا الأمرين، خاصة المناطق اللي نزحت شافت الأمرين، فهسه الكل يريد شلون يجي ويعمر، شلون يجي حتى يعيد الخدمات المناطق، شلون حتى يستفاد هو الأكثر من ما هو مخصصات الدولة إليه. فهذه وارد يعني غير وارد عندنا أنه طيب نرجع للمربع الأول إن شاء الله. ولكن هناك يعني من يدعو لتقسيم المحافظة، هل أنت مع هذا الرأي؟ يعني اذا كانوا يردون مثل ما كانت المنصات والاقاليم احنا يعني طبعا هو باسلوب اخر، ولكن يدعو الى فصل بعض المناطق وانشاء محافظه جديده يعني من صلاح الدين. طبعا انا ما سمعت بهذا الخبر انه تتقسم المحافظه وتصير محافظه ثانيه، بس اكو تقصير، اذا كان اكو تقصير من تقديم الخدمات لبعض المناطق، احنا لازم نحكي بكل مناطق محافظه صلاح الدين وبما فيها جنوب صلاح الدين. جنوب صلاح الدين انا اعتبر الاكثر
يعني لازم الاهتمام به من الحكومة المركزية، من حكومة صلاح الدين، باعتبار هم اللي صمدوا، هم اللي ثبتوا المحافظة، هم اللي كان لهم عندهم مناطق دمرت نهائيا، يعني كان بها تدمير كامل للبنى التحتية، مدارسها، مشاريعها الخدمية. فإحنا نطلب يعني نحاول أنه نوصل هذه عن طريق الإعلام، عن طريق محافظ السيد محافظ صلاح الدين، عن طريقنا إحنا ككتلة موجودة في بغداد نتبنى هذا المشروع. بس يعني أنه تكون محافظة جنوب صلاح الدين اللي هي يعني أنا هسه دا أسمع عن طريق طرح كثيرا يعني نعم. قبل فترة يعني أنه هناك نية لبعض الأشخاص ينادون بإنشاء محافظة أخرى تقتطع من صلاح الدين، ولكن يعني ذلك يعني يختلف مع ما تفضلت به من أن نعم. هناك لحمة وهناك تجاوز لكل نعم. ما يثار من نعرات طائفية ومذهبية. يعني إحنا السياسيين نخلق بعض الأزمات. نعم. هاي يعني هاي أنا أتصورها يعني من السياسيين. يعني لأن هي فعلًا حاجة لمصالح شخصية. هي طبعا اذا كان هو الهدف من عنده هذا اني يعني هو احنا ما قابلين عليه اصلا يعني سابقا ان تكون محافظه صلاح الدين اقليم، فما نقبل انه راح تكون محافظه بطل محافظه ثانيه. بعدين هي محافظه صلاح الدين اذا تريد يعني تشوف شلون النواحي نفس الشيء اللي اقتطعوها من قضاء بلد، اكو نواحي استقطع، اكو اقضيه، احنا اذا استمروا بمشروع نواحي واقضيه اللي صارت مثل بلد، انت دا تحكي هسه كانه دا تبين يعني توضح صوره احنا موجوده بداخلنا بس ما طالبنا، يعني حتى ردنا ينشال الظلم عن طريق المحاكم، عن طريق اللي موجودين السياسيين الموجودين مجلس المحافظه، بس ما انه احنا نبدي بخطوه قد يكون هذه الخطوه اولا غير يعني مؤهلة حاليا أن تكون هذا الإجراء، باعتبار إحنا بعد ما تعافت مناطقنا 100% أكو عندنا لازم من نريد نسوي، لازم عندنا إحنا ما يكفي أنه نقوم به أن تكون محافظة من بعدها عن المحافظة، عدد سكانها، أكو هواية أمور تلافتها بعض الجهات اللي موجودة وبدأت تشتغل على الأقضية. قضاء بلد الوحيد يمكن اللي لازم يوافق على هذا المقترح كقضاء بلد، مو لأن قطعوا من عنده قضاءين وهسه ماشيين بمشروع أنه تصير يثرب قضاء والإسحاقي قضاء. زين، هذا لا يخدم مشروعنا السياسي. احنا كنا لازم نكون اذا نريد نرجع، هاي من ضمن المخالفات حتى اللي كانت واقامت دعاوي موجوده ما بينهم، رغم الوعود والوثائق اللي انكتبت، اكو وثيقه عهد انكتبت ما بين الاطراف كلها انه ما يكون هذا الشيء. لازم من يصير مخالف لازم اول ما تثير تثيره في نفس اهالي مدينه بلد، بس ما يعني هذا الشيء حسب ما هو موجود على ارض الواقع انه يعني تمثيل البلد والدجال تمثيل جيد في محافظه صلاح الدين. نعم. واعتقد انه ماخذين دورهم بشكل كامل وواضح، يعني حالهم حال اي منطقه اخرى. بس هذه هاي اللي صار، يعني انت اللي دا تحكي عنه. نعم. احنا اصلا ما حاكين به كقضاء اي بلد والدجال كمجتمع وكمشروع سياسي. وكمشروع أيضاً. سياسي احنا كمشروع سياسي زين مع شركائي اللي موجود في قضاء بلد. زين، ما اول مره اني هسه دا اسمع يعني بس يعني انتم اذا تردون يعني تكون توضيح. نعم. انه الشخص من هو الشخص، شلون بداوا كعملي يعني عمل عن الاسماء، بغض النظر. نعم. عن ذكر اسماء، يعني طرح قبل فتره هذا الموضوع، ولكن يبدو انه يمكن يعني حتى يصير ضغط، حتى قد يكون طرح هذا الموضوع حتى يصير ضغط على 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 الحكومه في صلاح الدين او لاغراض ثانيه، هو يكون يعني مشروعه، حتى يكون مشروع من ضمن المشاريع اللي خططوا الى سابق مثل اللي قلنا عليها من كانت المنصات والاقاليم وهاي. ف يعني موضوع المنصات والاقاليم اعتقد يعني طوي وغادر. نعم. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص عبر شاشة فضائية صلاح الدين. مشاهدينا الكرام، ضيفتنا كانت أول امرأة تقاتل الإرهاب، وأول امرأة تضع سيارتها المصفحة الخاصة في خدمة جرح المعارك ضد الإرهاب. تعلمت في ثقافة الوطن، وعندما انتخاها كانت قد سبقته إلى الدفاع عن السيادة. منار الشديدي، رحلة في عالم السياسة من أول امرأة تشكل حكومة في العراق. يعني موضوع المنصات الأقاليمة أعتقد يعني طوي وغادر. نعم. يعني اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ونتحدث عن هوية لمحافظة صلاح الدين. يعني فما يعني هي يعني رؤيتكم لمشروع سياسي مستقبلي في محافظة صلاح الدين؟ احنا هويتنا العراق، صلاح الدين جزء من العراق. نعم. فإذا كان يعني اكو خلاف هذا عند كل السياسيين 12 نائب، فما اتصور احنا حنقدر نحمي صلاح الدين، لأن احنا ما حافظنا على العراق. هاي مشروع راح يجر العراق. قلت لك احنا لازم هسه نبدي باعماره، نرجع البنى التحتيه مالته، شلون نقدر نقاوم بعض الهجمات اللي دا تصير عليه من 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 دول، من سياسيين. فنفس الشيء صلاح الدين هي عراق مصغر. نعم. فلازم نهتم بهم، نهتم بالعراق، نهتم بصلاح الدين مثل ما نهتم في بيتنا اللي هو يضم عائلتي. نعم. إذا أنا كنت أهتم بعائلتي وأخاف عائلتي، لازم أخاف على صلاح الدين بنفس الوقت، وأحافظ على العراق من خلال هويتي في محافظتي. نعم. إذا ماذا تنصحين يعني المراهنين على يعني من يثيرون نعرات في بين فترة وأخرى، يعني سواء على أساس مكونات أو يعني طوائف، ماذا تقولين لهم؟ يعني ما نريد نعيد نفس الموضوع ونحكي عنه. احنا هم دول السياسيين لازم يقعدون، يعني احنا لازم نقعد احنا بيناتنا قبل ما نطرح هيك مشروع. احنا شراكه، منو اللي حيشاركه؟ منو اللي راح يقبل بيه انه يقسم صلاح الدين ويجعل من عندها محافظه جنوب صلاح الدين؟ منو غير لازم احنا موافقين وياه داعميه؟ احنا كأعضاء مجلس نواب، كأعضاء مجلس محافظه موجودين بالمحافظه. نعم. موجودين. اكو سياسيين رؤساء كتلنا، منو اللي هم يقعدون؟ يعني المفروض اني ما تفاجئ بهيجي اسئله، ولا اعرف انه لازم اني عن طريقكم انه اعرف بيها. لازم احنا شركاء وياهم. نعم. يقعدون ويانا، يتفقون ويانا، ونحن نوافق وياهم او ما نوافق. إذا كان المشروع وطني. نعم. مشروع يخدمنا ويخدم مناطقنا، هذا الهم لازم نتناقش فيه. ما نحكي احنا بدون ما نعرف عنه. نعم. نأيد او ما نأيد. يعني إذا هذا الموضوع يعني مرفوض جملة من قبلكم. جملة طبعا. نعم. نعم. فيما يتعلق يعني القرار الأمني في محافظة صلاح الدين، لفترة من الزمن كان هناك تشتت في هذا القرار. يعني هل أنت مع توحيد الجهات الأمنية أو توحيد قرارها على الأقل؟ يعني احنا طلعنا بأكثر من بيان بتوحيد يعني القرارات الأمنية، لأن دائما مثلا من يصير عندك فتح حدث في منطقة معينة، تكون مسؤولة عنها الجهة اللي هي موجودة بهاي المنطقة. الجهات الثانية يعني ما راح تعلم انه شنو اللي راح يصير بهاي المنطقة الا بعد ان يكون اعلام بيناتهم. الكثير من الخروقات الامنيه اللي حتت، خاصه احنا بمناطقنا قبل فتره صارت هاي مال اللي صار بها، استشهد بها رائد عباس اللي هو في ناحيه يثرب بالمزاريع. بعض المرات تصير عندنا خروقات في منطقه العذيه. بهاي المناطق احنا لازم قياده معينه هي اللي تعلن عن سبب الخرق وشنو مسببات هذا الخرق. احنا لازم كل الجهات نبدي نتحرك عليها حتى نعرف شلون صار الحادث، شلون مسبباته. يعني هذه احنا الكل نتفق بها كسياسيين وكناس يعني محليين، انه تتفقون على قيادة معينة
هي اللي تعلن عن هذه، واحنا مع المشروع الامني، والمشروع هذا انا اعتبره مشروع وطني، لان احنا بدون امان لا يمكن ان نقدر نروح ونجي ونقدم صحيح. خدماتنا، بس يعني الجهات الامنيه هي اللي ساعدتنا ان نوصل لما وصلنا اليه، ونروح ونجي ونروح لبغداد ونجي لمحافظه صلاح الدين. فما ننكر اولا وجودهم، وثاني شيء يعني ندعم اي مشروع يدعم الامن في مناطقنا لازم احنا، لان ما نقدر حتى نسوي اي خدمات، نقدم الخدمات بمناطقنا، دخول المستثمر، دخول شركات، يعني منظمات دوليه مرات تجي لمناطقنا اذا ما موجود الامان بها. نعم. الست منار، يعني تحدثت قبل قليل عن يعني افضل مرحله مريت بها وهي عام 2013، يعني كانت ميزانيات جيدة ومريحة. وكاد أن يكون هناك عمل في تلك الفترة لولا يعني دخول عصابات داعش. الآن سؤالي عن يعني أصعب مرحلة مريت بها خلال مسيرتك السياسية. اليوم اللي دخل به هي 10/6، كانت يعني النائب منار عبد المطلب بأحسن حال. 11/6 كان يوم أسوأ يوم في باعتبار هو 2014 نعم. فمن يعني احنا خابت امالنا، وبدينا 3 سنوات متوقفه كل المشاريع وكل الخدمات اللي قدمناها خلال 2013. قضاء بلد حصلت على 21 مشروع من موازنتها، الاموال اللي خصصت لها. نعم. 21 مشروع قدم لمدينة بلد، بينما لحد الآن هاي المشاريع هي متوقفة. احنا نريد طبعا اطلاق الموازنة، ويستعجل المحافظة، وحتى لازم النواب يدعمون انه تنطلق الموازنة والاموال اللي خصصت لمحافظة صلاح الدين هذا العام، حتى يقومون باكمال المشاريع المتوقفة عام 2013 ولحد الآن. بعدين تبدي بالمشاريع اللي هي ذيك، طبعا نعتبرها من المشاريع المستمرة واللي توقفت، نبدي بالمشاريع جديدة، يعني خاصة بالنسبة للبنى التحتية. نعم. عندنا مدارس، يعني 3/4 المحافظة مدارس اللي عملوا بها بالبداية، سنطوا نسبة 38% إلى 40% لإكمال المدارس، حتى يتعلمون أولا أبنائنا، يكون الطالب مرتاح في أثناء ذهابه إلى المدرسة، ما يعاني. الصف هسه أقل صف في قضائنا هو أكثر من 50 طفل بي، خاصة بالنسبة للمدارس الابتدائية. هذه يعني حتى ما تقدر توصل أي معلم تجيبه، ما يقدر يوصل العلم إليه مثل ما اللي يكون الصف مريح وبيئة أكثر. هو يعني النسبة العادية خلت تروح تصير 20 طالب، 25 طالب، و50 إلى أكثر من 50 طفل هذا يحكي وهذا يطالب المعلم في الموضوع. طبعا غير المدارس، طبعا هناك يعني امور كثيره يعني. نعم. في مجالات وقطاعات اخرى. نعم. احنا نعطيك يعني مثل المدارس. نعم. راح نبقى بهذا الموضوع ست منار، ولكن اسمحي لي يعني بفاصل قصير ثم نواصل حديثنا. نعم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء الخاص مع العلويه منار عبد المطلب الشديدي، عضو مجلس النواب العراقي. ست منار، يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن يعني اصعب المحطات اللي مريت بها في مسيرتك السياسيه، ولكن انا شخصيا اعرف انه في يوم من الايام دموعك سقطت اثناء معارك داعش عندما كنت في قضاء الضلوعيه. حدثينا عن هذا الموقف. نعم. طبعا احنا يعني لو تشوف المرحله اللي مرت بها، خاصه احنا اول ما بدت المعارك عندنا في قضاء بلد، حتى قبل ما يكون يوم 11/6 بدت، ما قبل حتى 11/6 من سقوط الموصل قبل يومين 3 ايام، احنا كان عندنا هاجس يعني كبير انه راح يصير احداث مريعه، وبالوقت اللي ما عندها قضاء بلد اي شيء، يعني ما عندها لا سلاح ولا عتاد ولا اي شيء، وغير مهيئه اصلا، غير مهيئه حتى عسكريا لمواجهه هيك وضع. يعني كان الامر مفاجئ بالنسبه لداعش، ولم يحسب ان يكون بهذه الطريقه وهذه الكيفيه يعني.
اللي ظهر بها تنظيم داعش. فاحنا كنا يعني من صارت الاحداث احنا شلون يعني كانت بسقوط الهاونات كانت سقوط هاونات كثيف على مدينة بلد 48 قذيفة هاون في يوم واحد واحنا كنا صيام في رمضان. نعم. معروف انه بلد يعني تحاط بالبساطين. من الصباح احنا الحد وصل يعني بينا الافطار واحنا حتى ما يعني ما عندنا ذاك الخلق حتى واحد يروح حتى يروح يسوي فطور او حتى يفطر صايمين بس منو اللي وين وقع ومنو اللي استشهد وشنو الاضرار اللي صارت ذاك اليوم يعني حصرا. فمن صار عندنا احنا كنا يعني عندنا احتمالات هوايه عندنا احتمالات انه شنو اللي راح يصير لكن توقفت ابناء مدينه بلد والدجيل بذاك الوقت باعتبار الدجيل هو الممر الوحيد اللي كنا نخاف من عنده صار مصد انه زين وقضاء بلد برجالاتها بشيابها بشيوخها بنسائها بحيث وصل انه المرأة في مدينة بلد بدأت تنزع الحلقة من ايديها تراش الطفلة ونجمع حتى نجيب عتاد حتى نقاوم بالمعركة. اما بالنسبة للضلوعية كان لازم احنا نخلي فد منفذ ونحاول كل الجهات اللي موجودة في مدينة بلد تقف وقفة رجل واحد مع قضاء مع مدينة الضلوعية. ليش؟ لان الضلوعية لو كان تخترق اكيد بلد راح تتأثر بالدرجة الاولى بعد ان وصلت انه بعزيز بلد والرواشد. هاي المناطق اصبحت سائبه فمن اللي يحمي ظهر مدينه بلد او يعني مدخل مدينه بلد هي الضلوعيه. لازم كان احنا نكون وقفه مع اهالي مدينه الضلوعيه وكانت هم لهم طبعا هم ايضا موقف بحيث مثلناها بان النجمه في سماء العراق كانت نجمه فعلا بذاك الظرف الصعب بموقفهم الايجابي وب ما قدموهم ايضا من شهداء في المعركه. ماذا وجدت حينما عبرتي الى الضلوعيه يعني ما الذي وجدتيه هناك؟ هو يعني طبعا تركتي قضاء بلد فيه قتال وفيه يعني قذائف هاون تسقط على البيوت وعلى العوائل وتركتي بلد وذهبتي الى الضلوعيه، ماذا طبعا كان اتصال هو انه مدينه بلد اما الضلوعيه الساتر مالتها كان انكسر وجابوا شهداء الى قضاء بلد عن طريق الجرحى اللي وصلوا والناس اللي وياهم قال احنا عتاد خلصنا فرحت كان اكو مقر عندنا احنا جمعنا به يعني هاي خاص انه كان وياي طبعا بعض المحليين من قضاء بلد اللي هو قام مقام مجلس محلي فحكينا قلنا هيجي وكان اتصال ايضا من لواء قنديل اللي هو كان عقيد وقائد شرطه اخذنا من الشرطه الاتحاديه اللي كان موجود فوق العداله اخذنا لهم من العتاد اللي مخزون عندنا اللي خازنين لمدينه بلد وعبرنا لهم اياه عن طريق البلم يعني ماكو معبر ثاني نعبر عن طريق البلم الشرطه الزورق النهري من وصلت كان فعلا اكو انهيار بالصفوف لكن يعني بسبب انه ما عندهم عتاد عالجناها بهذا الموقف ورجعوا الشباب كلهم وشيابهم للموقع اللي هو اليم هسه اللي سويته سحول الزوراء مدينه الالعاب وكان هنا المقر اللي يعني صار خرق به يعني ساتر يمتد ل 4 كيلومتر نعم وفيه يعني مواضع دفاعيه هو كان يعني هذا الموقع اللي هو على بشكان مال الاسناد هو اللي كان ب يعني مخترق وقتها. طيب اليوم يعني عندما يعني نرى كل هذا النشاط والحراك لمنار الشديدي السؤال يطرح نفسه يعني هل خلت الساحة من النساء؟ أين النساء الآن؟ لا أكو نساء أكو نساء بس أنا يعني إعلاميا ما انطوني حقي بالمناسبة حتى أنا قبل أنا وقفت بكل المعارك بالعلم بالشرقات يعني بيجي بلد بكل المعارك اللي دارت في صلاح الدين وعلى أراضينا أنا كان وأكو سياسيين هسه يشوفوني وأكو قادة
زين كل القادة اللي موجودين في صلاح الدين هم يقدرون يقولون، وحتى اللي جو من البصرة، جو من أهل الجنوب، طبعا أقدم لهم شكري وامتنان طبعا من خلالكم الأهل الجنوب اللي نطوا دماء في محافظة صلاح الدين، بحيث أحد الزيارات أنا للبصرة لمحافظة البصرة شارع كامل هم بس اللي من محافظة صلاح الدين شهداء معلقة صورهم على الأعمدة مال الكهرباء، فقدموا بس كان أنا إعلاميا كانت غير موجودة، يعني ما حد قال إنه بهاي الفترة هي كانت تروح. مثلا رحنا للعلم، العلم قبل ما يدخلوا للعلم احنا أنا كانت على الساتر مال العلم، وبعد تحرير العلم أنا من طبوا العوائل ورجعنا العوائل كنا احنا أول اللي طبوا. أكو مناطق في الإسحاقي يعني كانت حتى هم إلهم لداعش ينظمون بها داعش، يزرعون بها العبوات، لزرع العبوات معامل لزرع العبوات ولتنظيمهم، التنظيم مالتهم في جوامعهم في مناطقهم. احنا بادرنا بس شنت احنا ما كنا نريد احد يشكرنا ولا كنا احد يريد يطلعنا خارج العراق او داخل العراق او يقدموا لي شكر وتقدير، لان يعني انا كنت اعتبر نفسي من ضمن واجبي الوطني الوحيده اللي كنت في عضو مجلس محافظه اللي ما طلعت من محافظه صلاح الدين، وبقيت في محافظه صلاح الدين حتى اخر يوم للتحرير، وعقدنا جلسه يوم واحد يمكن 3-1 في الضلوعيه، وانا كنت محليه وفي داخل محافظه صلاح الدين. نعم، هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني والمشاركة يعني في عمليات التحرير، ولكن في الجانب الأخرى يعني الجانب الاجتماعي، خدمات اعتبر يعني أي دور المرأة يعني يكاد لا يذكر دور المرأة. لا أكو دور إلها، وأنتم تدرون أكو نساء فعلا هم إعلاميا كانوا أكثر من عندي. نعم. وفرة حظ. يعني هل المشكلة هي في الإعلام؟ نعم الإعلام. نعم. وقلنا الإعلام سقط صلاح الدين، الإعلام قد يكون ينصف النائب العلوية منار أو ينصف شخص ثاني. نعم. الإعلام كان غير موجه، يعني بالنسبة إلي ماكو اعلام موجه الي اتجاهي، حتى الحكومه المحليه في قضاء بلد ما وجهت اعلاميا حول علويه منار، ولا حتى الحكومه في بغداد، ولا حتى القاده اللي كانوا ضمن القوات الامنيه اللي شاركوا في معاركنا اللي هي بدر والعصائب والسرايا، ما وجهوا اعلاميا حول هاي الشخصيه، لان انا يعني كنت اعتبر هذا من صميم واجبي. اللي الان احنا بعد ما انتهينا يعني من كل هذه، طبعا انا اخذت لجنه الخدمات واصريت اني اكون ضمن لجنه الخدمات النيابيه، لان اعرف ايش قد احنا بحاجه الى تقديم الخدمات في محافظتنا والى مناطقنا والى ناسنا. فالمرحله الجايه هي مرحله ايضا هي معركة، ومعركة تستحق أنه يكون يعني توجيه إعلامي عليها. في أنا قبل فترة أذكرت الشارع اللي هو من بغداد من 14 رمضان إلى دخول بغداد، المفروض فضائيتكم تركز وتروح إعلاميا وتروح على هذا الشارع وتصور، لأن هذا الصور به كثير من الفساد، لأن محافظة بغداد أكثر من مرة احنا طالبنا به، طالبنا محافظ، نطالب محافظ بغداد، مجلس محافظة بغداد، لأن بدأت الناس تموت بهذا الشارع. يعني ما توصل صلاح الدين قدمت ما تستطيع، وهي أيضا يعني طبعا تعرضت لضربات قوية من قبل الإرهاب، وهذا مشهود يعني أمر مشهود، ولكن ما هذه النقطة تحديدا يعني سلطنا الضوء عليها. أريد وجودكم. نعم. في الحدث اللوريات اللي موجودة هذه يأخذون 15,000 دينار على كل لوري موجود، لو بس هذه بالإضافة إلى الزائرين اللي يجون لمرقد الإمامين العسكريين والمرقد الإمام السيد محمد عليهم السلام. نعم. 6,000 زائر بالأيام العادية، احنا من قالوا زائر دولار حتى إذا تريد تجينا 10%، زين احنا بس هي مو على محافظة صلاح الدين، هي على محافظة بغداد. شنو من أموال تقدر توفرها محافظة بغداد؟ قد يكون نشاركهم في جزء من عدها، خليهم طونا احنا سألوا يقولون السيد محافظ صلاح الدين انت عليك 10 كيلو، هي ترى 30 كيلو الطارمية عليها 10 كيلو من موازنتها 10 على بغداد، هي يعني منتهي الشغلة. من يقرر ذلك؟ هو لازم احنا، ليش احنا بدنا نطالب؟ نطالب بغداد، محافظة بغداد، مجلس الحكومة المركزية في بغداد، لأن شارع يعني 30 كيلو لا زائر يقدر يوصل في مأمن من عنده بسبب الحوادث اللي بدأت تصير بالتكسرات، الوضع الشارع الغير أصلا مناسب حتى لمشي عجلات من هاي العجلات العادية مو المنشآت الكبيرة.
يعني انا اشوف من رحتي وجيتي مئات المنشآت اللي هي تروح لزيارة الامامين العسكريين وللمرقد الامام السيد محمد. هذه كلها تأثر حتى على سير، يقول لك انا الزائر ما اريد اروح، بعد ما يجون لهذه المناطق. ليش؟ لان الشارع هو المرضى الجرحى اللي دي ينقلون حتى عن طريق الاسعاف. قبل فتره ماتت عندنا، نقلت من عن طريق مستشفى بلد الى، يعني لازم توصل بالوقت المحدد لها، ثلاث ساعات حتى يوصلوها هي بالاسعاف، فماتت بالسياره قبل ان توصل. بدا يعني حتى ناس تزهق ارواحها بهذا الطريق. طيب احنا كل فضائيه اذا نريد نجي نقعد ونحكي عن بس طريق هذا، ها مو بس هاي، احنا لازم كل الخدمات اللي نعم تقدم محتاجيها. جسور اليوم كثير من الجسور مخرب. نعم مثل ما تفضل، مستشفيات فيها تعاني. اكو عندنا يعني هي محافظه بغداد بوقتها من سوت الجسر مال الطارميه، انا اروح واجي شايفين سياره تمشي على جسر الطارميه، بينما هذا الجسر لو وضعيه بساحة عدن، هذا نفس الفلوس اللي انوضعت هنا اللي لحد الآن ولا سيارة شايفة تصعد من عليه. زين، وبعدين هو يعني مو ذاك الازدحام حتى أنا أحط جسر فقط بعد الجسور، كأنه شكل، اي شكل بس منظر بالهم. حتى أهل الطارمية لهم مسوين بها يعني مشروع لهم، الحكومة مسوية مشروع للطارمية بهذا بفلوس هذا الجسر. كلية مثل الكلية اللي محطوطة بدايتها أو فد مستشفى أو فد شيء قد يكون تستفاد من عنده، وهذا الجسر مكانه غير مناسب تستفاد من عنده بساحة عدن أو أي مكان في مركز بغداد اللي الازدحام اللي بيها. يعني أكو شغلات يعني من تجي تريد يعني تقيسها ما بيها فد جدوى لوجودها، مجرد أنه والله إحنا ردنا نسوي فد شيء سووا هذا الجسر أو سووا هذا المشروع. هل أنت راضي عن ما يعني الأداء في مجلس النواب العراقي؟ نعم. بشكل عام يعني نعم. راضي على الأداء؟ نعم، مو لأن أني كعضو مجلس نواب أني أقولها، بس يعني أنتوا يعني لو تلاحظ حتى الدول أول مرة تكون توافقات، أول مرة يكون يعني الدول المجاورة تكون لنا علاقات، مثلا احنا علاقتنا قد يكون سابقا وحاليا في الجارة إيران تختلف حاليا عن حتى قبلها وهي ويانا السعودية. من الناحية يعني هذا الاختلاف جاء يعني اكو صارت، كنا احنا باتفاقنا مع ايران اتفاق عسكري، هسه تدخل بها اتفاق تجاري، اتفاق بالاعمار، في بعض تقديم بعض الشركات اللي تجي عن طريق الكهرباء، الاتفاقيه اللي صارت بيننا وبينهم عن طريق المياه اللي راح تكون لحوض نهر دجله والفرات، نفس الشيء. ولكن كثير ست منار يعني الكثير من العراقيين يعتقدون ان هذه الاتفاقيات بلا جدوى، لم يعني تخدم المواطن العراقي بقدر ما أضرت بالاقتصاد، بسياسة العراق وعلاقاته يعني مع الخارج. يعني العراق إذا ما ينفتح لعد على الدول الأقليمية والدول العربية والدول اللي يحس أنه أكو مصالح مشتركة ما بيننا وبينهم، زين قد يكون أكو ناس عسكريين، ناس تجاريين، شركات حتى تجي تعمل عندنا. إحنا قد يكون حتى علاقتنا ويا الصين إذا نحتاج والصين تجي حتى تنفذ لنا مشاريع، إحنا لا نبخل بهذه العلاقات. اليابان، الصين، أمريكا، كل الدول، قد يكون هناك الكثير من الدول اللي تقدر، ألمانيا تقدر تقدم. لازم احنا ننفتح على هذه الدول حتى العراق، لأن العراق هسه مثل اللي بغرفة انعاش. نعم، ولكن ما يهمنا أكثر من هذه الدول هو يعني دول الجوار المحيط الجغرافي. نعم، دول احنا ضامنين إذا ضمننا احنا الدول الجوار أنه ما تأذينا من خلال دخول بعض، يعني اللي شفناه احنا قبل دخول داعش كان عن طريق الدول المجاورة أنه أو تفعيل دورهم اتجاه هذا العمل اللي احنا كنا رافضين، وحتى هم من يحجون عنا يحجون عنا رافضين، بس اكو ثوابت اصبحت يعني موجوده. الدوله الفلانيه جابت لنا، قد يكون هالقد طببت لنا اعداد من خلال اللي موجودين عندنا اللي ضمن القوائم اللي موجوده، الدوله الفلانيه دخلت سيارات مفخخه وهكذا. احنا هذه اذا صرنا وقعدنا ناس ويا ناس، هذه لا راح احنا حندخل ولا هم حيدخلون لنا، راح تكون توافقات جديدة بالوضع الجديد اللي احنا هسه بيه. احنا هسه وضعنا كله تغير، وضع العراق
فلازم نشتغل على الإعمار، على الخدمات، أي شيء يخدم العراق كائن من يكون يجيبه ويقدم لي أي مشروع يخدم العراق إحنا معه. نعم، هل يعني حققت منار الشهيدين نصف ما تحلم به أو تصبو إليه من إنجازات؟ طبعا ولا حتى 10%. ما هي الأسباب؟ وأنا عضو مجلس نواب، لأن قلت لك إحنا مخصصات واللي هي تعتمد على شلون أنا أقدم هذا الشيء للمواطن، وأنا هسه إحنا صار لنا 6 أشهر الله يعني بالضبط. إحنا قدامنا كل مرحلة هي تختلف عن المرحلة اللي قبلها، فما نعرف إحنا هاي المرحلة اللي مرينا بيها شلون نتوافق سياسيا، شلون نكون كتل، شلون نجيب وزراء، شلون زين. بعدين الوجود ضمن اللجنة، احنا بداية يعني عام جديد حد الآن ما انطلقت فلوس، ما نعرف شنو يعني اللي حنقدم. على ما تتفقون وتتخذون قرار على أي جهة أو على خط يعني تنتمون في البرلمان، المواطن جالس وينتظر يعني وراء إيده على خده. يعني احنا بدا اقول كعلويه منار، احنا بدنا نقول بهاي المرحله هي هي العدد اذا ما تكون ضمن كتل وضمن توافقات، ويعني هو هاي هو النظام البرلماني هو هيك. يعني ما مو احنا بهاي الدوره احنا جبناه، فاكيد احنا هسه عندنا بعد 4 وزارات، الـ4 وزارات وزارة التربية من الوزارات الضرورية والمهمة. نعم. بالعمق الوزارات الأمنية اثنيناتين هذه اللي لا يمكن أن يختلف عليها أي اثنين، المفروض هم أول وزارتين تكون وتتشكل للاستقرار الوزارات. يعني نعم. وزارات للاستقرار الوضع عملها يمس يعني حياة المواطن مباشرة، لا زال. نعم. لم يتم حسمها لحد الآن، يعني وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، والعدل على ما أعتقد، والتربية يعني غير محسومة. المواطن يريد الآن، يعني مضى 6 شهور ولم نرى شيء في هذا المجال. يعني احنا اللي انت دا تتحدث به هو احنا اكثر نحس به. ليش؟ لان اكو لازم تكون توافقات بيها حتى تنطلق، يعني نجي نقول هذا الاسم هو اللي مرشح لوزارة التربية. احنا اكثر من اسم رشحه، بس مع كل اللي يعني كانت عليها انه هذا انه ما يصير هذا الاسم، فهاي هم يعني حالة صحية انه مو الكل راح يتفق على اسم قد يكون ما يكون عليه توافق، واكو اسماء لحد الان يعني مختلفين عليهم كرؤساء كتل مو مجلس النواب. مجلس النواب هو يعني بالتقديرات انه وافقوا عليه حتى احنا يا بمشوا. يعني تم ترشيح او التحدث على الاقل يعني في الفترة الماضية عن شخصيات عرفت بكفاءتها واثبتت على ارض الواقع انها تستطيع ان تقود وزارة الداخلية او وزارة الدفاع. طرحت هذه الأسماء ولكن لم يحصل توافق عليها. رغم معرفة الجميع بكفاءتها. ما هي الأسباب؟ هي لازم أنا يعني أذكرت لك أنه لازم يكون توافق عليها من قبل الكتل مالتهم، هو المن أي كتلة هذه يعني هم اللي يطرحون الاسم ويروح على السيد عادل عبد المهدي يعني مع 3 أسماء. نعم. هم متوافقين على هاي 3 أسماء، يختار أحد هذه الأسماء الثلاثة وترجع للمجلس النواب حتى يكون التصويت عليها. نعم. إذن هل يعني نعتقد أنه أو سنرى يعني إمكانية الاتفاق في الفترة القريبة القادمة؟ إن شاء الله. هو يعني وصلوا إلى حلول وإلى أسماء. نعم. موجودة يعني طبعا هاي الأسماء ضمن البرنامج مالتنا في الجلسات اللي راح تبدي من يوم الأربعاء للأربعاء المقبل. نعم. ممكن أن نرى يعني ضوء في نهاية هذا النفق إن شاء الله. نعم. نتفاعل إحنا بالخير. الله كريم. طيب يعني أنت تقولين يعني لم أحقق 10%. نعم. مما راسمته يعني أو تهدفين إليه يعني. في هذه 10% ما هو أهم إنجاز تعتقدين أنه أنت حققتي؟ طبعا اهم الانجازات اللي حققتها وكان عندي طموح ان تكون هي المعاهد اللي افتحناها في جنوب صلاح الدين لقضاء اي بلد والدجيل والضلوعيه ويثرب والاسحاقي، معهد الصحه العالي ومعهد الدور وكليه الزراعه، باعتبار اول الصروح العلميه في جنوب صلاح الدين. هاي من ضمن الشغلات اللي يعني ما حد انتبه عليها حتى بالمحافظه، انه لماذا الدجيل وبلد انه ما بها ولا صرح علمي، ليش ما بها كليه؟
ليش ما بيها معهد؟ نعم هاي الصروح تابعة يعني حكومية؟ نعم حكومية وليست أهلية. لا وليست أهلية، احنا الصروح يعني ممكن أي مستثمر يسويها. فهذه أول الإنجازات، بالإضافة إلى أنه أكو بعض القوانين اللي قدرنا أنه احنا ندخل من خلالها، لأن كانت عندنا معاناة بيها، نتدخل حتى ترفع الحيف والظلم عن مناطقنا، مثل لجنة التعويضات، اللجان مال التعويضية اللي هي كانت لجنة بمركز المحافظة. المحافظة كل المحافظة يعني كل أقضية وقصبات 17 وحدة إدارية على المحافظة. هذه أنا أتصور يعني ما تقدر قاضي حتى لو شون يعني حتى بالليل ما يقدر يكمل بالأسبوع يكمل له 25 معاملة إلى 50 معاملة، بينما إحنا يقدر كل قاضي إذا صارت أكثر من لجنة، كل قاضي إذا حقق في اللجان الثلاث 50 معاملة، أنا أتصور 150 معاملة من تنجز تصير. أولا تخفف عن المواطن أنه يوصل مستحقاته، خاصة عندنا الكثير من الشهداء والجرحى لحد الآن ما استلموا مستحقاتهم، والجريحة أنا أعتبرها أكثر حتى من المتوفي والشهيد. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، يحتاج إلى مبالغ اللي يحقق بها من خلال الحياة اللي هو لازم الأدوية، كل هذه يحتاجها أكثر حتى من الصرف على العائلة اللي هو لقمة العيش الغذاء اللي هو يحتاجه في حياته اليومية. يصير حياة له أكثر وأصعب من اللي عنده شهيد، لأن هذا دائما يحتاج إلى عكازة، إلى أكو من عندهم حتى يعني مع جل احترامي إلى مستلزمات صحية خاصة به غير الأدوية. فهذا عبء على العائلة. نعم يعني عارف يعني العراقيون في السنوات الماضية نمط من التعامل مع الأزمات التي يعني دائما ما نتفاجأ بها. نعم. نتفاجأ بحصول أزمة وتصرفنا يكون ردة فعل وليس نعم. يعني مواجهة مهيئ لها أو مستلزمات وتحضيرات بحيث تكون هذه الأزمة أقل ضررا على المواطن. لماذا نتفاجأ بها؟ يعني احنا مثل هسه احنا عندنا الامطار والسيول. نعم. يعني بالعكس انا احس انه هو هذا خير للعراق صار. اللي كان من الدول المجاوره اللي ما طلقوا حتى المياه، انه بالنسبه الى تركيا كان نهر دجله يتغذى لازم مباشره من تركيا. جعلت شط العرب حتى تقل منسوب المياه به، والفرات اصلا معدم نهائيا، بحيث تشوف يعني الارض بأكثر المناطق ما عدا الوسط مالته هي بدأت تطلع للأمطار، هي حالة طبيعية، والسيول أيضا حالة طبيعية. يعني ما نقدر احنا نقول هذه بس لازم يعني نحسب انه هاي السنة من صارت عندنا الأمطار، واكو معلومات تقول انه حيصير عندنا سيول وأمطار بعد يعني لحد شهر الخامس نهاية شهر الخامس. ما نقدر احنا نسوي على هاي السيول سد، لأن هذه تجي من مناطق مرتفعة وتنزل على المناطق الواطئة. لازم شلون هاي المحافظة تأخذ إجراءات واحتياطاتها كمحافظات. أما بالنسبة لإنشاء السدود ولازم العراق قبل يعني من 2003 هو مهيئ نفسه حتى لا يصير عنده، أولا يصير عنده فيضانات، وثانيا حتى لا يصير عنده نقص بالمياه اللي نعم. توصل إلى هذا ما تحدثنا عنه في أنه إحنا يعني نتفاجأ بالأزمة. نعم. ولا نعرف ماذا نفعل يعني. اي هو يعني احنا كل شيء احنا لازم ما نتفاجئ بعد، احنا دا يقولون اكو امطار وحتى السنوات الجايه لازم نبدي احنا من هاي الازمه. احنا عندنا تخلي للكوارث، الدوله اكو عندها اموال تخصص للكوارث، الكوارث حتى مثل هسه احنا عندنا هوايه من العوائل بالشرقاط وبحوض سامره بدوا ينقلوهم ويودوهم لغير مكان، فهذه شلون؟ اولا هي بقت عائله لازم تعتمد بالدرجه الاولى على المساعدات اللي انت تودي لها والاكل اللي انطلعت بعد من بيتها، شلون توفر لها فراش، شلون توفر لها مكان تقعد بيضة من بقعة يعني تقدر تعيش بيها. يعني محافظة صلاح الدين لكي نختصر يعني فيما نعم. تبقى من الوقت يعني حقيقة أدارت الأزمة بشكل جيد جدا، ولكن على مستوى العراق يعني نعم. يجب أن يكون ذلك مؤشر يدعونا ويدعو الحكومة يعني تحديدا نعم. لأنه تتخذ إجراءات في المستقبل يعني لتدارك هكذا أزمات يمر بها العراق. كيف نعم. تفسر؟ هي يعني الأزمة مالتنا احنا هسه شنو أزمتنا؟ السيول والأمطار.
لازم تاخذ احتياطاتها على الاقل خل تبدي بدايه، يعني تجيب اي شركه لعمل سدود. نعم. عندنا بالعراق سد اخر، يعني احنا ما مسوين لحد الان جسر بالعراق. نعم. هسه احنا بعوفك من الامطار، هسه احنا الازدحام اللي دا يصير، الازدحامات اللي دا تصير، لو توقف استيراد السيارات اللي دا تدخل، وهذا ما نقدر، يعني كل واحد هسه يقول لك انا دا اشتريها من فلوسي، يعني الدوله ما دا تشتريها وتنطيني اياها، انا الي حق ان اكون عندي سياره، الدوله شنو اللي عليها تسوي؟ لازم تسوي جسور وتنظم وتوسع الشوارع مالتها، تسوي جسور اخرى حتى تنفتح اكثر وما تصير انسيابيه بالسير. التخطيط اولا، هي التخطيط للدوله يعني يكاد يكون ضعيف او معدم. اذا بهذا فمن هسه احنا لازم يعني نخطط، يكون ضمن التخطيط يرتقي بالعراق وبالدول المجاورة اللي هي مجاورة، ان احنا لحد الان ما وصلنا للدول المجاورة، وهذا يعيب على الاموال اللي احنا من نفطنا دول المجاورة، حتى ما عدا نفطنا، ما عدا امكانياتنا، ما عدا زراعة، ما عدا سياحة دينية. احنا السياحة الدينية لو نعوف النفط، نعوف نفطاتنا زين على قولة شيابنا، والسياحة الدينية والزراعة اللي هي ميناء، احنا هسه محافظة صلاح الدين ميناء العراق زراعيا، تأثرت 100%. أولا الكيمياوي، الغاز، هاي الشغلات اللي لازم تتوفر إلى عن طريق الحكومة المركزية. هذا مو محافظة تجيب لها الأسمدة خاص بيها، كل وزارة الزراعة تهتم بعد بالزراعة، وزارة الموارد المائية تهتم بالماء اللي يوصل للفلاح عن طريق التقطير، عن طريق السقي يعني الاساليب الحديثه الروائيه اللي اللي موجوده، السقي احنا مالتنا العادي حتى ليوفر اكثر بعد مياه، انه هذه تتبناها الوزارات والحكومه المركزيه حتى تمشي عليها المديريات العامه اللي موجوده ضمن النواحي والمحافظات والاقضيه. نعم. إذا التخطيط هو العامل الأساسي في نجاح أي بلد. نعم. والتخطيط الصحيح. نعم. والتخطيط حتى بالنسبة أن كأعضاء مجلس نواب، كمواطن. نعم. كأمرأة ببيتها إذا كانت فعلا تحب أن تكون ناجحة. نعم. في بداخل عائلتها لازم تخطط هي شلون تعمل ببيتها، والساعات اللي تعمل بها، والساعات اللي ترتاح بها، والساعات اللي تقري بها. نعم. أطفالها. هو التخطيط ضروري بكل حياتنا. نعم. بهذا نختم هذا اللقاء مع العلوية منار عبد المطلب الشديدي. طبعا شكرا، أشكركم، أنا أقدم شكري وامتناني لفضائيتكم، فضائية صلاح الدين اللي هي الأم أنا أعتبرها. نعم. وأني أتشرف اليوم بوجودي وياكم باعتبار أنا كنت في أكثر من فضائية، لكن أنا متأخرة طبعا بوجودي وياكم. نعم. وإن شاء الله رح نكون عند حسن ظن الكل وحسن ظن أبناء محافظة صلاح الدين والعراق بصورة عامة. نعم، حياك الله وشكرا. نعم. جزيلا على سعة صدرك. وأنتم أيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم متابعة هذه الحلقة على أثير إذاعة صلاح الدين FM. نلقاكم في حلقات أخرى من هذا البرنامج. إلى اللقاء، السلام عليكم.